ارتفعت أسعار النفط قليلا مع الترقب لعقد اجتماع محتمل لأوبك بلس لبحث تمديد تخفيضات إنتاج غير مسبوقة لما بعد نهاية يونيو، حيث استقر خام برنت دون تغيير عند مستوى 37 دولارا و84 سنتا للبرميل. وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 35 دولارا و53 سنتا للبرميل، ومرتفعة بأربع سنتات وبما يعادل 10 نقطة مئوية. وللحديث أكثر حول أسواق النفط انضم معنا الدكتور محمد الصبان المستشار النفطي. حياك الله معنا دكتور محمد، شكرا لوجودك معنا. دعني أبدأ معك من الترقب لاجتماع أوبك بلس خلال هذا الأسبوع بعد أنه أبدت يعني روسيا عدم الممانعة في أنه سيتم تقديم الاجتماع اللي كان بطلب من الجزائر. التوقعات بالنسبة لهذا الاجتماع وبالتالي القراءة للأسعار خلال الأسبوع الحالي. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. في الواقع الاجتماع هذا كان يعني يفترض أن يكون يوم 10 يونيو، لكن تم تقديمه إلى يوم الخميس القادم كما ذكرتم. طبعا لم يتم تأكيد ذلك رسميا، لكنه متوقع أن يكون يوم الخميس خاصة بظل عدم وجود أي اعتراض. الأسعار النفط شهدت أكبر ارتفاع لها في شهر مايو الماضي، ارتفعت بحوالي 88%، وهذا أكبر ارتفاع نتيجة لتحسن الطلب النسبي نتيجة لانفتاح الأسواق العالمية، الاقتصادات العالمية في ظل تخفيف إجراءات الحجر المنزلي. لكن الصعود هذا، منحنى الصعود بإمكانه أن يستمر إلى ما فوق الـ40 دولار إذا ما كان هنالك استيفاء للعوامل التالية. الأول هو أن يكون هنالك التزام تام بين أعضاء تحالف أوبك. نسبة الالتزام إلى الآن حوالي 75%، إذن هنالك ليس هنالك التزام تام، لكن أفضل بكثير مما كان متوقع. عدم العامل الثاني، عدم عودة كورونا مرة أخرى. كوريا الجنوبية للأسف عادت تفشت فيها موجة جديدة من كورونا وأدت إلى إعادة الحظر، وهذه طبعا تؤثر في معدلات الطلب العالمي على النفط. العامل الثالث، التوتر القائم بين الصين وأمريكا. التوتر هذا قد يؤدي إلى فرض رسوم جمركية، وإن كان الرئيس ترامب لم يذكر إلغاءه لاتفاق التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والصين، ومعنى هذا أنه لا يزال هذا الاتفاق قائم. العامل الأخير المزعج هو المظاهرات الأمريكية وتأثيرها على الانتعاش. التخوف الآن من أن يمتد أمد هذه المظاهرات ويمتد عدد المدن وتصبح ظاهرة شاملة لكل الولايات المتحدة، وهذا يؤثر حتما على الانتعاش القائم في الطلب العالمي على النفط في أمريكا. جميل دكتور محمد، إذا سمحت لي، كيف قرأتم أيضا كذلك يعني ردة الفعل الروسية تجاه الاجتماع خلال هذا الأسبوع، وأيضا التزام روسيا بعد أنه أشارت بعض الأخبار لأنه روسيا يعني قلصت أو تراجع إنتاج روسيا إلى 9,400,000 مقارنة كان الإنتاج عند 11,350,000 في الفترة الماضية؟ نعم، روسيا يبدو أنها استوعبت الدرس السابق. جميل. الآن هي أكثر استعداد للتعاون التام مع تحالف أوبك بلس، ولأن البديل هو أن ينتج كل المنتجون، جميع المنتجين كامل طاقتهم الإنتاجية، وهذا سيء للجميع. لكن أنا أتصور أن روسيا ستتعاون. السؤال هو الآن، وهنالك أيضا شبه إجماع حول تمديد الاتفاق الحالي إلى نهاية العام أو الانتظار أو تخفيض الإنتاج بمليوني برميل. هذه كلها تعتمد على دراسة موضوعية وعلمية تجريها سكرتارية الأوبك وتضعها أمام الوزراء للتقرير بين البديلين. وإن كان البديل بديل التخفيف التخفيض قائم،
حسب ما نص عليه اتفاق تحالف أوبك بلس، لأن المخزون المخزون الفائض في المخزون النفط العالمي لا زال كبير جدا، هنالك انتعاش في أسعار النفط الخام، لكن هنالك لا زال ضعف في الطلب على المنتجات النفطية. ولا ننسى أن قطاع الطيران والذي هو عنصر أساسي في قطاع النقل يمثل والذي يمثل طلب كبير على النفط في العالم، لا زال هذا القطاع يعاني من ضعف نتيجة لتباطؤ عودة الرحلات إلى ما كانت عليه، بالرغم من المساعدات التي قدمتها الدول لشركات عالمية مثل لوفتهانزا وغيرها. فأنا أتصور أن هذا سيؤثر حتما على في تحقيق الانتعاش العالمي بإذن الله. وصلت للنفط، وصلت الفكرة، ونترقب الاجتماع خلال هذا الأسبوع عن وكيف ستتحرك الأسواق. دكتور محمد صبان المستشار الاقتصادي النفطي، كنت من الرياض، شكرا جزيلا لك.